السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، من الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن في فقرة تحت دائرة الضوء. ضيفي لهذه الليلة في أول فقرات تحت دائرة الضوء في برنامج مراجل حمد المهان. يا هلا. مرحبا يا حمد. يا هلا والله. ما شاء الله حمد، آلية الفقرة بتمر عليك ثلاث فقرات فيها أسئلة جميعها، يعني ثلاث فقرات وكل فقرة فيها أسئلة. نعم، وتتوجب منك الصراحة. حلو. فقرة لازم تكون فيها صريح، بعيدا عن المجملات، بعيدا عن كل شيء. بديت الفقرة فيك لأنك شخص صريح جدا. حلو. أنا إن شاء الله قدها، بس فيها أسئلة أقدر ما أجاوب عليها؟ لا، كل الأسئلة جاوب عليها. وإذا ما جاوبت؟ لازم تجاوب. أبشر إن شاء الله. وإذا ما اللي بقدر عليه إن شاء الله أبشر. بدينا؟ بدينا. بسم الله. عزيزي المشاهد، أتمنى أنك تستمتع معنا في هذه الفقرة. أولا حمد المهان، عرف عن نفسك بكلمتين. صريح جدا. صريح جدا، يعني حمد المهان صريح جدا. نعم. طيب، معك ثلاث باقات ورد، لمن تهديها؟ بالعالم ولا للي ودك؟ اللي ودي اكيد امي الله يحفظها، وابوي، وشخص ما اقدر اقوله. طيب، قدم رساله لشخص مجهول. مجهول لازم تعطيني شخص أساس أعرف أقدر. شخص في بالك قدم لي رسالة ولا حابب تذكر اسمه؟ في شخص في بالي الحين أقول له أنت مبدع، بس للحين ما تحت لك الفرصة، وإن شاء الله من الأيام القادمة إن شاء الله أنك راح تبدع إن شاء الله بإذن الله. مثلك الأعلى في الحياة يا حمد. مثل أو مثلك الأعلى أو شخص تقتدي به في هذه الحياة؟ شخص اقتدي فيه في الحياة هذه أخوي. أخوك؟ أخوي ناصر الله يحفظه. طيب، مشروعك الإعلامي بعد قناة الواقع؟ مشروع الإعلامي أنا إن شاء الله بعد ما أخلص إن شاء الله من البرنامج راح أدخل بمجال شو اسمه منصة اليوتيوب، راح أكون لي مجتمع في اليوتيوب، بصير يوتيوبر من الآخر، و بغطي فيها رحلاتي سفرياتي، وفي نفس الوقت راح يكون في مجال الألعاب الإلكترونية الجيمر، يعني المحتوى منوع. إيه متنوع، وفوق هذا اللي بديت فيه هنا اللي هي في البودكاست راح أنقلها هناك إن شاء الله. جميل، أسأل الله أن يوفقك يا حمد. آمين. أنت في سفينة في وسط بحر، وجميع متسابقين مراجل معك على سطح هذه السفينة. هلا. ولا بد أن تلقي أحدهم في البحر حتى تنقذ البقية، القرار بيدك. المتسابقين اللي الحين موجودين ولا بعد اللي طلعوا؟ اللي موجودين الآن. اللي موجودين من ستختار من غيري وغيرك؟ شوف، بديهيا خليك معي، الحين العالم يدخلون في عقلي. بديهيا كم عددنا؟ 15. 15 شخص، فيه اثنين جدد دخلوا معنا. نعم. وللحين ما عرفتهم. حلو، يعني مستحيل أضحي في واحد معي من بداية الرحلة، يعني في 13 شخص راح يكونوا موجودين. يعني انت بتضحي باقي شخصين اللي هو منهم. الشخصين اللي هو عبد الرحمن القحطاني ورائد الحربي. زين، ونعمن فيهم كلهم، بس عبد الرحمن القحطاني يا اخي احس فيه بينه وبينه يعني كيمستري، يعني تفاهم. يا سلام. ورائد ونعم فيه بس بلقيه في بعد. يعني بتلقي رائد؟ بضحي برائد ونعمن فيه بس بلقي فيه، لأن ليه ما عرفته ليه شخصيا. اخترت الوزن الثقيل. ها، اخترت صاحب الوزن الثقيل. اي والله ودي. بيدك المركز الأول، لمن ستمنحه في هذه النسخة لو كان القرار بيدك؟ القرار بيدي. نعم. وباللي أشوفه خلال يومنا 74. نعم. اللي هو كاس إيش؟ فارس النسخة. فارس النسخة سالم عدي. سالم عدي يستاهل أبو معدي. والله يستاهل. حمد، موقف دمعت له عينك في البرنامج اللي برا؟ اللي ودك. ودنا عطنا في البرنامج. والله شوف كثيرة، بس علي مناحي. أنا أقول علي مناحي. إيه، لما انسحب علي مناحي أول مرة تصرح. أصرح في ذا الشيء واضحة ترى في البث. أبد. دمعي ما نزلت إلا على علي مناحي، لأنه غالي ويستاهلي والله العظيم، لأنه بنفس الوقت صدمنا. صدقت. عرفت، وكلنا حزننا. أولا دمعة الرجال اللي طلعت على أخيه ولا على رجال ثاني، هذه من غلا ومن محبة.
وعلي مناحي كان مساهم ومبادر في الطيب وكسبنا كسب قلوبنا قبل كل شيء. فأسأل الله أن يوفقك ويستر عليك أبو مناحي. وجهنا تحية. المكان خالي بدونك وبإذن الله أن تواجه على خير. والله إحنا فاقدينه. موقف مفرح لا تنساه. في القرية؟ نعم. مفرح؟ عودة متعب الرقام. استاهل أبو رقام. أي والله. طيب حمد، مثل دائما تردده يا حمد. صراحة راح. صراحة راح. صريح بزيادة. صراحة أنا برتاح. ما تلاحظ من بعض الأحيان الصراحة لها عواقب؟ كثيرة. طيب. أوكي. أنت في قاموسك ما في مجاملة؟ ما شوف أنا رجال الحين في الحياة هذه مهما سويت ولا فعلت الناس راح ينتقدونك سواء سويت زين ولا شين. فعساس كذا أنا ما راح أرضي أي واحد. عشان كذا أنت صريح. عساس كذا أنا صريح أبي أمشي على راحتي في الحياة هذه. جميل. قرار ندمت عليه يا حمد. أتوقع أن القرار اللي ندمت عليه كان سبب من أسباب الصلاح. لكن تفضل. ندمت عليه هنا يعني؟ هنا. هذا يبي له شوي تفكير لأن الصراحة اللي الحين في بالي أخاف أن أجيب العيد فيها برا. اللي هو سؤالك شنو؟ قرار ندمت عليه أني تراجعت ذاك اليوم في الفزعة. ندمان عليه؟ ندمان عليها أني أصوت بالأسامي وأنا هذا كنت ما أبي أسجل ولا اسم. جميل. فقرة ترغب في حذفها من البرنامج وفقرة أخرى ترغب في ضمها في هذا البرنامج. يعني أشيل فقرة من البرنامج حاليا؟ تحذف فقرة لو القرار بيدك وتضم فقرة. يعني فقرة تشوف إن ما لها داعي وتشوف إن في فقرة لها داعي المفروض تكون موجودة هذا البرنامج. فقرة النجاة ودي أشيلها. زين. ودي أضيف بدالها الفقرة أسويها فقرة الفزعة اللي على قولتهم يعني. حلو. الفزع عنها تفزع للشخص اللي يجيبون. أنا ود أنها تكون بعد إيش ذيب القليب. حلو. على أساس إيش يطلعون اللي في البرايم يدخلون فيها ففيها سالفة فزعة ما فزعة تكون الأسئلة حولهم إنه ينجو واحد منهم بالأسئلة اللي جاوب عليها ويطلع ويدخل بديل بالحصانة. حلو. مهم إنه يلخمون واحد البديل يلخمونه لا. فهمت؟ تكون فقرة لها. إيه تكون فقرة لها تكون يعني حلو أسئلة تكون فيها حماس. طيب واحد شاد حيله فيها. بيت شعر يا حمد. حمد انت من شاعر؟ ماني بشاعر بس لكنك ترغب انك تصير شاعر. اي والله والله يوفقك في هذا المشوار وياك ان شاء الله. بيت شعر تمنيت انك كتبت؟ والله كثيره بس اللي في بالي الحين اللي شو اسمه يقولها الاخ عبد الله عبد الرحمن اللي هي من حط فينا الهقاوي بشرح بسعاده. هذا شطر الله يطول بعمرك ويسعدك. هذا اللي انا اشوف هذا اللي انا استانس فيه صراحه. والله ان كلامك ذا اسعدني كثير ابو حسين. وانت علم منك والله يا شاعرنا. تسلم. طيب الان الفقره الثانيه. اكمل بكلمه واحده فقط. كيف. حلو. بعطيك كلمه ترد علي بكلمه. تمام. اوكي. طيب الحب يعني حط اسم ولا حط حط اللي ودك. مثلا الحب سعادة، الحب أمي، اللي ودك. فهمت؟ أوكي. الحب أكيد أمي. الماضي الماضي تخمني ذكريات. ذكريات. الأم جنتي. الوطن عز. بداء الحزن ما أدري لما تقول حزن أتذكر المطر. ما أدري مطر. المطر. الواقع. واقع واقع. المال. المال أهم بعد عز. اللقاء. اللقاء حب. الأخ. الأخ صريح. الأخ. الأخ صريح. صريح. حتى الصراحة مع الأخ؟ إيه لازم لأن إذا أخوك ما وقف معه في صراحته ما راح يطور من أخوه. الخيل. الخيل. أنت خيال يا إيه. الخيل. هم عز. الألم. ماضي. ماضي. الأخت. سندي. حمد على طاري الأمل الماضي. كيف ربطتها مع بعض؟ الألم إيه؟ لأن في الماضي
حصل لي مواقف كثيره. تقدر تذكر لنا موقف منها نهائيا؟ لا. ليش تحب الغموض يا حمد؟ ما بيكون شخص يعني ما بيكون نفس الكتاب المفتوح، كل من جاء وقرا. حلو. الاخت سند في الحياه. السفر حمد راعي سفريات. كفو. القمر واحد في راسي. الشعر محسن، انا اشوف شعر محسن استاهل. اي والله. الليل الليل ما ادري، احس الليل حزن. حزن. والشتاء احس في كلمات كثيره بس ما ادري. الليل حزن. ايه حزين انت الحين؟ لا، لما اروح يعني مثلا في سفر ولا خط ولا في جلسات ليليه احس انه وقت للحزن، عرفت؟ ما راح يجيك واحد حزين في النهار. حلو. عرفت الجو حلو يكون كذا، ففي بعض الناس يحزنون. الشتاء رحلات. الوداع الوداع اللي هو الميت. انتهينا من الفقرة الثانية، ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة. هذه الله يستر منها. الفقرة الثالثة أجب باسم متسابق من متسابقين مراجع. واضحة؟ طيب. متسابق تقول له وحشتني. وحشتني حسام. حسام بن دابس. أي والله. استاهل أبو دابس ونمسي عليه من هذا المنبر. أنت مبدع. عبد الله عبد الرحمن. غيري الله يطول بعمرك. تسلم يا أبو حسين. لا لا أنت. غيري. ما أقدر. غيري أبو حسين. لا. جعلني فداك أبو حسين. لا زال لديك الكثير. محسن وينك؟ على مناحي. استاهل ابو مناحي. ركز معي. ركز معي. نعم. الكلمة هذه شنو؟ متسابق تشوف انه ودك تنصحه لكن ما ركز معك. ركز معي. ركز معي. زياد بن شري. زياد بن شري خيال. زياد بن شري يستاهل. يستاهل. صوتك ذهب. صوتك ذهب. فؤاد. فؤاد يستاهل. ابو عبد الله. خلك ذيب. حسين. حسين الصيعري. حسين الصيعري. كفو حسين. اي والله. مكانك سر. مكانك سر. شلون يعني؟ يعني والله ما ادري وانا اخوك لكن يعني لما افتح يعني شخص تثق فيه هذه النسخه. ها؟ شخص تثق فيه بهذه النسخه جدا. سالم معدي. سالم معدي يستاهل. اي والله. لا تمزح. شخص تشوف المزح ثقيل من المتسابقين المراجع. عبد الله العلياني. عبد الله العلياني؟ ايه. اكسجين القريه. ما قدمت شيء الى الان. عبد الله القريني. عبد الله القريني. مع انه قدم بس اشوف انه عنده شيء كبير. مضبوط. لا تعادي اخوياك. لا تعادي اخوياك شلون يعني؟ يعني لا تسبب مشكله بين اخوياك. اذا ما في احد قل ما في. اسمح لك ما تجاوب. انا ودي اقول بس خلاص ما راح اجاوب. طيب. انتهينا يا حمد. بيض الله وجهك. وجهك. وجمل الله حالك. كنت ضيف خفيف لطيف. انتظرونا مشاهدينا الكرام. بس قبل لا تختم انا في خاطري كلمه يعني. تفضل. انت اسالني مليون بس انا ابي منك شغله. ابيك تعطينا بيت من ابياتك. عطني قصيده. بيت من ابياتي. والله. بشر بالسعد. كم؟ في ابيات بس ما هي بلي لكن موجوده مع الاوراق ذي. اذا تسمح لي اقولها قلتها. بس قولهم. ابشر. اقول ابواب تتفتح وتتقفل ابواب. أبواب تتفتح وتتقفل أبواب وأنا أدور في حياتي خراجي أحن من نظرة أمل بين غياب وأكسى من أنفاس الحنين احتياجي تمر بي أيام وأحباب وأصحاب وأنا مزاجي ما تفهم مزاجي يا رب خارجني إذا خاطري طاب وطفت رياح الياس حقوة سراجي واهديني الراحة لو بجوف زرداب وامطر علي برحمتك في عجاجي.
نختم حمد، عندك كلمة أخيرة؟ صح لسانك، صح بدنك، سلامتك. الله يطول عمرك عزيزي المشاهد. أنت عزيزي المشاهد، أتمنى منكم حلقة كانت خفيفة لطيفة جميلة مع ضيفي حمد المهان. أتمنى أنها نالت على إعجابكم واستحسانكم. معاكم محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن، ونعم نستودعكم في حلقة أخرى. فمان الله. أصبر أصبر، الله حياه. تنافس على الأول ولا به مجامل، ما هي بي شاشة، ما هي بي شاشة، هذا الصدق والواقع، ما هي بي شاشة. عشق المراجل عشق شاف ضوة دعا ربعها الغالين من شاف ضوة. تسوق بها ما جاء ان جاء الكل وجاء يا عيال شعل انا شغال خلاص شغال اجي اشتري مسلمين واجي اشتري الله يزعجك ها خليت محل خليت دحل ما هو محل غير دحل يا طبعا انك قد شفتك وشبعان منك غير مدى.